يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأشرطة التي قد كتب عليها حقوق الطبع محفوظة، إذا نسخت منها فهل يعتبر ذلك من حقوق العباد التي يقتص منها يوم القيامة؟ نسألك يا أخي، لو لك أشرطة وكتبت عليها ما يجوز نسخها إلا بإذنك، هل ترضى أن أحد يجي ينسخها بدون إذنك؟ ما ترضى بهذا، فكيف أن تفعل هذا مع غيرك؟ اللي كتب عليها ما يبغى أحد أنه ينسخها إلا بإذنه أو يشتريها منك، هذه حقه وشغله وتعبه، لا يجوز الاعتداء على حقوق الناس وعلى ممتلكات الناس. نعم.